سلام، ولا ابدع ولا اروع. ايه الجمال ده؟ الله يخليك. تحية، حضرتك منورنا الله يخليك. دكتور، يعني المايسترو الكبير دكتور جمال نوفل، ويعني حضرتك بحضورك الجميل وهذه الآلة ايضا بحضورها الرائع الساحر والخاطف للقلوب والقلباب الحقيقة. منورنا يا فندم، الله كل سنة يخليك يا حضرتك استاذ هادية. طيب. كل سنة وحضرتك طيبة يا استاذ هادية، وكل الوطن العربي بخير، وربنا يجمعنا في رمضان اللي جاي ان شاء الله على خير. إن شاء الله بإذن الله. الحقيقة حضرتك محتضن آلة، أعتقد إن مفيش حد في الدنيا ما بيرقش قلبه لهذه النغمات وهذه الأوتار الدفيئة الرائعة. ما أعتقدش في حد في الدنيا ما بيحبش آلة الكمان، لا، ما فيش حد ما مش بيحبش كده؟ الكمان. لا طبعا، كلنا بنحب الكمان. وأعتقد إن هذه الآلة الرشيقة ده قاسم مشترك في كل الـ يعني التخت الشرقي الموجود في مصر، أيضا كمان كل الأغاني تمام القديمة، تمام مش كده يا فندم؟ تمام هي تاريخ الآلة لو اتكلمنا عنه، الآلة لها تاريخ قديم قوي. هو أول ظهور لآلة الفايلن كان على نهج آلة اسمها السيريناد، آلة هندية الأصل. بدأ الغرب يطور من شكل الآلة، وبدأ يصنع آلة الفيولين، وظهرت في أول ظهور ليها في عصر اسمه عصر الباروك من سنة 1400 إلى 1650. كان بداية ظهور آلة الفايلون وآلة البيانو الاثنين في وقت واحد. بنفس الشكل بتاعها ده الجميل الرشيق زي ما حضرتك وصفتيها، هي من عصر الباروك إلى يومنا هذا. يعني الآلة لها طبيعة ساحرة ولم يتم عليها أي تعديل ولا أي إضافات، اللهم إلا في العصر الحديث ظهرت آلة الفايلن إلكتريك، اللي هي عن طريق وسيط، يعني بندخل جاك فيها يخرج الصوت زي الجيتار الإلكتريك كده، عن طريق الأمبليفاير أو الساوند سيستم. هو ده الفرق بين الصوت اللي هيخرج من هذه الآلة التقليدية والآلة الحديثة اللي حضرتك قلت عليها، اللي جميل. بيبقى فيها داخل فيها عنصر الإلكترونيك أو كهرباء، إن ده صوته مجسم وده صوته يعني شوفي، هو الـ الـ الآلات الأكوستيك عموما زي الآلات الوترية، العود، الكمانجا، البيانو، القانون، كل الآلات دي آلات بتخرج الصوت عن ذاتية بدون وسيط. الكمانجا الإلكتريك عبارة عن آلة مصمتة فيها مايكات تحت الفرس زي الجيتار، بتخرج الصوت عن طريق ترددات، فبيبقى الصوت مختلف كتير، يعني آلة صوتها ناشف. طب المتعامل مع الآلة بقى دكتور جمال، تمام، مع آلة تقليدية زي دي ومع آلة حديثة جدا زي اللي حضرتك بتتكلم عنها، الشخصية بتبقى بنفس البراعة؟ لما نيجي نقيم البراعة في التعامل، جميل. العازف لو هنقيم العازف، هو العازف عازف متمكن أو غير متمكن على أي آلة؟ يعني هو اللي بيلعب كمانجا في الأساس اتعلم على الآلة الأكوستيك، لازم طبعا لازم، عشان هي نفس نظرية هي نفس الماتيريال، نفس نظريات التعليم كلها على الأربع أوتار، ولها ثلاث ظبطات، يعني لها ثلاث أشكال موسيقية أو قواعد علمية. كمانجا لها ظبطة شرقي زي ما احنا ظبطنا كده النهاردة، الأوتار بتاعتها مسماها سول ري سول ري، كويس. الكمانجا الغربي سول ري لا مي، الكمانجا التركي سول ري سول دو. فثلاث ظبطات للكمانجا بنتعامل معاها في، يعني بتهيئي نفسك انك بتتعاملي مع الكمانجا على انها غربي او شرقي او تركي، ومن هذا المنطلق بنبدا نتفاهم كمان. انما لو مسكت كمانجا الكتريك دلوقتي وعزفت عليها هقول بنفس الشكل، بس كل القصه ان مش هبقى مستسغها قوي، يعني مش هبقى مستطعمها قوي. ليه بقى؟ عشان حضرتك عاشق لهذا الشكل التقليدي، ولا هي عشره ولا التانيه؟ حضرتك لو طلعنا، لو شلنا الجاك او قطعنا الكهرباء عن الوسيط بتاع الصوت مش هتسمعي لها صوت خالص، مجرد انك بتمشي القوس على وتر سلك عادي خالص، ملهاش الرنين. ده صندوق اجوف ليه رنين، طبيعه الخشب الكمانجا الى عشره، يعني الكمانجا اللي في ايدنا دي كمانجا تاريخيه، يعني ده اثر تاريخي. يعني في مجموعه كمانجات معانا اتصنعت هاند ميد، زي مثلا ستراديفاريوس ماركو، الكمانجات اللي هي ممضيه اصحابها صنعوها وعملوها، بتعدي الكمانجا ل 3 مليار يورو. يا نهار ابيض، يعني الموضوع ارقام رهيبه شويه. وفي كمانجات موجوده في السوق ب 1000 جنيه للتعليم. سبحان الله. لكن الكمانجات التاريخيه هي قيمتها في انها اله تعتبر قطعه اثريه، وكمانجا يعني بنتكلم في 600 700 سنه، هاند ميد، تعتبر اثر،
القصة إنها لسه موجودة لحد دلوقتي وبتعزف وبتطلع صوت زي ما تسمع. يعني لو جبنا كمانجة حديثة متصنعة السنة دي وعزفنا عليها هتلاقي لسه الصوت مش الكواليتي اللي تطربي لي. وإحنا قلنا الموسيقى هي تعرفها بمنتهى البساطة هي ما ترتاح لسماه الأذن. ما عدا ذلك فمش موسيقى. لا ويستقر في الوجدان بقى كمان. ما هو دي احنا بنسيبها لحضرتك. يعني طبعا. عايزين نحرك كل وجدان الناس اللي سامعينا دلوقتي. هو متحرك جاهز يعني. نفحات رمضانية. تختار لنا ايه يا فندم؟ زي ما من هذه النغمات الرائعة دي. نرجع قديم الكمانجة آلة من الآلات اللي بتغني يعني كانت الكمانجة مصاحبة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. وليس هناك أحد يعني ينافس أم كلثوم في أدائها. ففي كلثوميات في لعبد الوهاب أعمال كتير في ليلى مراد في فريد الأطرش. طب تيجي نبدأها من القمة؟ نبدأها من القمة. من سيدة الغناء العربي سيدة الشرق أم كلثوم. نقول فضل. حاجة لأم كلثوم. بجد بجد انا مش عايزه اقول حاجه يا دكتور. لا. معلش احنا ممكن نكمل تاني. لا بجد انا مش عايزه اقول حاجه. مش هينفع. الله يخليك ميرسي ذوقك شكرا. حاجه ايه ده ايه الرقه دي؟ ايه ده سمو يا فندم. ده سمو الفن في حد ذاته. يعني اينشتاين قال ان الفن هو جمال الطبيعه. يعني الفيزيكس والماس والساينس كل العلوم دي أرقى ما فيها هي الفنون. يعني أرقى ما وصلنا له من المعادلات والحسابات والنظريات هو الجمال في الفن. ده حاجة رائعة بجد رائعة. طاقة النغمات
والكوبليه ده بالذات ليه طاقة معينة، يعني تم قياس بعض الحاجات، ترددات النغمات الموسيقية والجمل الموسيقية اللي في اللحن ده ببندول التردد، فثبت ان فيه طاقة إيجابية كتير جدا اكتر من اعمال كتير قوي. طاقة النغمات. اه طبعا مش ممكن، لان احنا في علوم كتيرة مستحدثة، بس احنا يعني مش عايزين نرهق الناس في الحاجات دي. علوم الطاقة. في علاج بالموسيقى وفي طاقة النغمات وطاقة الساوند، ساوند ويفز لها قصة تانية خالص، تأثيرها على النفس البشرية. النغمات الموسيقى لما بنسمع موسيقى راقية بيحصل معادل في الدم، المزاج بيروق شوية، يعني أكنك طلعتي قعدتي في حديقة ممتلئة بالورود والأزهار واللون الأخضر الجميل. الطاقة دي كلها بتؤثر، بتعدل المزاج. طب أنا مش عايزة أتكلم يا دكتور، لا خلينا شوية في القمة. يعني ست أم كلثوم ما ينفعش نسمع منها حاجة، يعني هنخلينا شويه في القمه. نخلينا شويه، عندنا وقت يعني. يا ريت والله، يعني ممكن لحد اذان الفجر. نخلينا. الله يخليك. اتفضل يا دكتور. نقول لأم كلثوم. من عمري ابدا. ايه ده جمال حاجة. انا والله العظيم انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه خالص، ولذلك احنا هنستغل وجود دكتور جمال معانا اكبر استغلال في الدنيا. بس انا جاي عشان اتكلم. طيب حضرتك طبعا احنا لاننا يعني ما احناش متبحرين في عالم الموسيقى قوي، لكن ايه اللي ممكن تقوله عن سحر الكمان؟ يعني حاسه حضرتك جاي عايز تتكلم عن الآلة دي. تعالي نشوف الآلة في حد ذاتها هي متصنعة من الخشب، من الطبيعة يعني. أغلى أنواع الخشب، منها كمان جات معمولة من خشب الورد. فشوفي عشان تحصلي على كمية خشب بهذا الشكل أو الحجم ده من جزيئات خشب الورد، الورد نادر جدا في خشبه عموما. فليه تردد وليه رنين وصوت حاجة تانية خالص. الآلة في حد ذاتها هي أكثر آلة تعبيرية، يعني في مدرسة مانهايم سنة 1650 في العصر الكلاسيكي في التصنيف الموسيقي يعني في التاريخ، كان أول مدرسة موسيقية للموسيقى التعبيرية. كانت الموسيقى في عصر الباروك كلها زخرفة وتعقيدات لحنية وحاجات خارجة عن نطاق الفكر والعقل، ما تقدرش يعني ما يألف لهاش القلب، فيها استعراض المهارات. كان يعني اشهر العازفين او المؤلفين في العصر الباروك كان يوهانس باستيان باخ. باخ من الاعمال الصعبه جدا الاداء، وله مدرسه في آلة الفيولين يعني. بعد كده جه مانهايم عمل مدرسه التعبيريه، بدا يحط في الموسيقى
اساليب الاداء، ازاي تخلي الكمانجه تطلع صوت يخوف، ازاي تخلي الكمانجه تطلع صوت ينيم يسعدك، يعني التعبير بالاله. هي الاله فيها كل لو رجعنا للتاريخ بتاعنا احنا هنا في الريف المصري كنا بنشوف المولد في الموالد العربيه اللي احنا بنتفرج عليها، المنشدين دايما مع طقم فرقه ايقاع، مجموعه ايقاع، ومعه عازف ناي او بيسموه سفرتي، ومعه عازف واحد كمانجه. لو معاه كمانجه بس الليله كلها بتتقضى، فالكمانجه اله معبره جدا فيها اصوات كتير، ممكن يعمل له صوت الحيوانات، يعمل له صوت الباب، يعمل له صوت يعني لو عندك الريف كله الموسيقى التصويريه ساوند افكتس، كل السينما معتمده على اله الكمانجه في بعض الاصوات. يعني لما بنيجي نعمل موسيقى تصويريه الافلام او المسرح بنعتمد على الكمانجه اعتماد كلي في الات كتيره. آلة تستحق التقدير حقيقة. يكفي يعني أستاذنا الكبير الأستاذ عمار الشريع الله يرحمه دخل كل الآلات في نظام الإلكترونيك ميوزك، تم سامبلت الآلات كلها. عمل سامبلينج لكل الأصوات ما عدا الكمانجا. يعني هو قال أنا غلبت فيها بصراحة. حتى لما جه يعمل شرايط كاسيت، كان بيعمل شرايط كاسيت هو الدكتور إدارة جاب محمود الجرشة، كان بيوظف الآلة توظيف كتير جدا. يعني هو قدر انه يبسط كل استخدامات كل الآلات سجلها واستخدم اصواتها في الكيبورد في الأورج. يعني صوت الكاولة، صوت العود، صوت القانون، صوت الطبلة، صوت الرق، كل ده إلا الكمانجة، لان كل كمانجة لها طعم. الاحتكاك بتاع القوس مع الوتر له طعم تاني خالص. هي الآلة الوحيدة اللي بتصدر صوت عن طريق الاحتكاك، وهي تتميز بالقوس. يعني القوس اللي موجود في ايدنا ده في مدارس موسيقية بندرسها للدارسين، يعني في التخصصات العلمية عندنا 264 شكل للقوس. يا نهار يعني القوس ده لوحده بيعمل 264 اسلوب اداء. يعني بتسمع الجمله ب 264 طريقه. فلا ما هو القوس مدرسه جامده يعني. طبعا فطبعا سبقنا في الكلام ده اساتذتنا الكبار الاستاذ سامي الشاوى، الاستاذ انور منسي، الاستاذ احمد الحفناوي، الحاج سعد محمد حسن، دكتور حسن شراره، دكتور رضا رجب، واكم من الموسيقيين عشان ما انساش حد، اساتذه كتير قوي يعني. طيب دكتور جمال، احنا باقي عندنا وقت قليل قوي، بس عايزين في الوقت ده نسمع حاجات كتير. اختار يا حضرتك. عبد الوهاب اسمع حاجه وهابيه، ناخد حاجه لعبد الوهاب. يعني اختار ان هو يعمل موسيقى من وحي الموالد زي ما اتكلمنا. اغنيه خي عملها من مقام رصد، معمول على تفعيلة حي حي. فعمل نفس التفعيلة. نشوف الأغنية بتقول ايه. Mm-hmm.
دكتور جمال نوفل المايسترو الكبير، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. مش عايزه اتكلم، صوتي نشاز مع هذه الاله الرائعه. انا الله يكون في عون اي حد هيغني مع هذه الاله، ويكون ايضا كمان بصحبه المايسترو الكبير دكتور جمال نوفل. يا فندم شكرا جزيلا. ميرسي، شكرا لزوجك. نغمات ساحره الحقيقه، ليله كانت ساحره جدا. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، تصبحوا على الف خير.